رقم واحد مشهورة وهي على المركز الأول لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، هي من تأتي بهذا المسار على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. المركز الثاني تليها مباشرة هملولة لعبد الله بن مبارك بن عي الشامسي من يتواجد مع المركز الثاني في هذه اللحظات بهملولة. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث وأرى التواجد من مصيحة لعبد الله بن محمد بن مطر الرميثي من تأتي على ثالث المراكز. الدور دور المركز الرابع انتأخر ونشوف اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات الثلاث بدأنا شكلا الانفراد على الصدارة. المركز الرابع هنا القدوم والتواجد على رابع المراكز مشاهدين الكرام. الشاهني حمود بن قران بن عايد الاكتبه على المركز الرابع وفي خامس المراكز وصول وتواجد من مصيحة أحمد بن سعيد المزروعي من تأتي على المركز الخامس. المركز السادس وصول هنا من الدكتورة لحمد بن علي بن ضغيميل اللي حافي تغير وتنتزع. المركز السابع دكتورة. ثامن المراكز وصول من رعود لسعيد بن منانة تصل في ثامن المراكز. أما المركز التاسع أرى التغيير يبدو والتواجد هنا مشاهدينا الكرام من هملولة أحمد بن سعيد بن محمد المنصوري على المركز الثامن وفي تاسع المراكز. انتظار الفوز والانتصار يا ترى لمن في هذا الشوط؟ هل لصالح هملولة أم لمشهورة؟ مشهورة وهملولة، هملولة ومشهورة، مشهورة هملولة، هملولة تشن الهجوم تشن الغارة يا بن عية. غيرت مع المقدمة، غيرت مع المركز الأول. المركز الثاني مشهورة سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، وثالث المراكز دكتورة حمد بن علي بن غيميل إلي حافي. ولكن بعود مع هملولة قبل ما تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز عبد الله بن مبارك بن عية شامسي. المركز الثاني مشهورة، مشهورة وهملولة، مشهورة هملولة، مشهورة مشهورة هملولة، مشهورة هملولة، مشهورة عادت المياه إلى مجاريها ولكن هملولة لا تسلم. مشهورة هملولة، مشهورة هملولة، هملولة مشهورة، مشهورة وهملولة، هملولة 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 يا ابن عي الشامسي. مشكور مشكور يا عبد الله بن مبارك يا ابن عي الشامسي على هذا الفوز. المركز الثاني مشهور سعيد بن عبيد بن محمد المزروع. المركز الثالث دكتورة لحمد بن علي بن غميل اللي حافي. والمركز الرابع مزعل سالم بن عامر بن علي العامري. المركز الخامس عجيبه لمتعب بن طالب بن شريم المري. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار ولحظات وصول هملوله عبد الله بن مبارك بن علي الشامسي. في انتظار التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام هاي امامكم هملوله اثناء وصولها الى خط النهايه معلنة الفوز والناموس لعبد الله بن مبارك بن عي الشامسي. قاطعة المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 50 ثانية 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك هملولة عبد الله بن مبارك بن عي الشامسي. أما المركز الثاني مشهورة لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي 12 دقيقة 51 ثانية 3 من الأجزاء. تهاني لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي. وصلت المركز الثالث دكتورة لحمد بن علي بن غيميل اللي حافي. قاطعة المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 56 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا لمالكها حمد بن علي بن غيميل اللي حافي. شوط الختام تهانينا والناموس لجميع الفائزين. ينطلق شوط الختام، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفضل.